محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لآلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. خدای تعالی دو قرآن سورة فرقان ده آیت بیستا ده بر یاوی آیت گو خدای تعالی از مشرک مکه او دو گود گود گو مالی هازر رسول یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق چه حوالا بی پیخمبری گو درام خوارنه دخوی و دسو کادر جد مشه، یعنی مقصد به گرگ خوارن نخوارن و گرگ در نکتا چارچه و سوکا اب گوتنا ها گوتن ادا خدای تعالی عز و جل جواب آوادا اب آیتا ها گوت و ما ارسلنا قبلک منش یعنی بریاتا یا محمد من المرسلین جی پیخمبر و رسولا الا انهم الا اب پیخمبرها اب رسولها لیأکلون الطعام واجی خوارن دخوار ويمشون في الأسواق ودسوك هذا شارتي هذا جيد مشيان، يعني أفي خمبر ورسول برياتك ومشيان دنا وانجي خوارن خواريا ودسوك هذا شنا شارتي تشكرينا وبازار كرنا. وجعلنا بعدكم لبعض فتنة، خدا بمقران ديا هنك جواج هنك أرى فتنة، يعني أم وبهب امتحان دكن اف پیغمبر گو مشیان دیا و اوی گو پیغمبر حتی شاندن بال وابا به هب امتحان دبن، یا ام زندین اب فقیر امتحان دکن، یعنی بخوارن و درکتنا چارچی و فقیرتی ابی پیغمبری ام و انسان امتحان دکن. اتصبیرونا ما که گلو عجبا و صبریک شین نیانا و اهل صبری بن نیانا و کان ربک بصیرا و ربيته يا محمد هر چشتي دبيني هر چشتي زاني و هر چشت بن كنترول اويدهيا، يعني وان دبيني هيا ويجي هيا. الجملة بعد إلا، يعني هو خدای تعالى قلتي وما أرسلناك من إلا، أو جملة بشتي ويناكي يعني قول لي يأكلون الطعام، صفة لموصوف محذوف، صفة موصوفة كي قلت شوية حسبي قو أحدنا والمعنى وقت يقول أن بيجن صفة موصوفة كي يقول شو يحسبه أحدنا هنجي هارو تشيد بعبارة وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين منش يعني بريات يكج بيخنبرا إلا آكلين وماشينا، يعني جد الله يأكلون نبا هنجي آكلين اسم فعلانين إلا دخان ولا دمشن. وإنما حذف شم آنجق هاتي حذف كرن أب أحدان أب موصوفها اكتفاء بالجاري والمجرورين، جبقو جار ومجرور هاتنا اكتفاء بيكرنا وتي بس كافية ويدرا بويا اب موصوف بو احدنا برنحس فيه، يعني اعني من المرسلين بو مسجار ومجرور كجان من المرسلين. ونحوه وكو في مثال هايا وموصوف شو يحس فيه ومسجار بجنبا تشيبويا قوله عز من قائل، يعني قوتنا خدا جل جلاله قو مثل وها قوتنا ومن أمن نعم كبشيتنا وما منا إلا له مقام معلوم، وخدا تعالى عز وجل في آيات هاجي يعني وما منا أحد أباد وردة أو أحد جبري حصفي قو موصوفة ومثل زي بجم له حرفا جلا هاتية اكتفاء بيكريا وموصوف شو يحصفي. الصافات سورة الصافات آية 164، يعني على معنى وما منا أحد أباد برد قو أحد موصوفة شو يحس فيه. وقرئ ويمشون على البناء المفعول بشكل يجي يمشون هاتيا خندن ويمشون، أي تمشيهم حوائجهم
وادي مشاندن احتياجي وان يا او الناس ويا انسان جبو انسانة دمشن دشنا بال انسانة با ولو قرئ يمشون اگر جدلا يمشون ويمشون با يمشون با هتا خواندن لكان اوجها دها او لا تربو دها چتر لولا روايته اگر او روايته ديجي نهت معنى يمشون يعني يمشون بهتا دها چتر وقيل إنا شما سيدات هو احتجاج الو الو سيدات شما يعني كو يمشون باتا خوندن بنا مجهول كي نوصا بلي لا تدي يمشون هات بخوندن بنا مفهول كي بيجي يمشون بيش كليجي يعني شما دي بلا كان اوجه دي بس جوجه بيها دي تل دي بيدها اولاترا بيا في روايات ايش ايش بوكو هيا قولوا جد جد بي ليا اولا وابو مشون نوي اما تشما انزل ازونا لبني تديه وايد بيه تشي ابا وايد بيه ايه كابو خوين يعني بيه تشي لبني دبيه جان اوه يمشونا يمشونا بذمني قيلاتو علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عبد الله كقولك يدعون الى الماشي وكل حامل على المشي وجاء على فعله لتكسير فعلهم اجمع عليهم السلام جماعة أذن قي يجي مشى مشى يمشي يا من بلي. من أبي يمشون إجا يمشون مشى لكانت أوفقا جمع أوفقا لقوله تعالى ليأكلون الطعام ليأكلون الطعام إيه بلي جبوه إلا أنه معناه يكسرون المشي معنى يعني يقول زحفت مشيتك يعني يوفقه من حيث إسناد الفعل إليهم يعني بخدها تعالى عز وجل بلي وموافق هناك وإسنادها فعل دانا بالي وقول يأكلون الطعام وإن أريد به التكسير يعني أظن التكسير يعني بلا مجهول كيبا بلا مجهول كيبا يعني أو ويد مشين بلي او ويد جارين اند تشارشي دا يا احتياج ويد جارين وصاب بنا مجهول كو بنا مجهول كي با كو بنا مجهول كي با دها موافق ترى وصاب بجا دبي بفتحه بضماشيني دبي دها تشترى بنا مجهول كي بنا مجهول كي فتحه بيخد بلي مش بلي ام يمشونا وقيل هو احتجاج أبايتا هناك أبايتا قفقا مخوان وما أرسل من رسول من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام أب احتجاج دليلك على من قال سروان مشتك قوتنا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق شبو يجوي بيخنبري ها قد بأس بيخنبرم وبيجي يأكل الطعام خوارني دخي ويمشي في الأسواق وتسوق وشارجيا ده ماشي. أبير عليه واندا. إذا خدا عليه واندا. دليل آني. خدا عليه واندا دليل آني. جو تمام پیغمبر أوصان. وشقا پیغمبر بريتا جو مشيان يا محمد إلا خوارن خوارنا وشارجيا ده مشيان. أبير عليه واندا. أو نخاس بتتني بيا. بلكي تب پیغمبر دي جو ملائكة بيرن نينا. وتب پیغمبر جو ملائكة جتنا. دادی معلوم وانا که تو گوچی ما پیغمبر نج ملائکت آیا و ملائکت خوارنو و خوارنی نافن و یا خود تا چی ما ملائکت بیره لاتنا ایده خودی تعالی جوابا حال بکی بی اما جوان نا او گو یا اما جوان گو مثلا باور نت کرن ایمان نتان قناعان نت که ایده بچی ها گو من فتنتن ای محنتن و ابتلال إلا خدای تعالی عز و جل دبی ما جهاب را هنگ رواج هنگ کار ما خستنا محنت و ابتلاء یعنی امتحان و هزا تصبیر لرسول الله صلی الله علیه وسلم على ما قالوه و استبدعوه ابا هناکی یعنی دان دیدیتن پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام دا على ما قالوه شنگو جیر گوتن و استبدعوه جیر ظاهر کرن يعني مثلا ويت دي
جيتشي من اكله الطعام وبيخمر خارد خوار ومشيه في الاسواق ودشارتي هذا المشي بعدما احتج عليهم بسائر الرسل فشيكو خذ الدليل اني لسرفا مشركا بفان بيخمر دي وتفي بيخمر ولنا خارن خارنا والشارتيا مشينا سيدا ابي استبدعوا تستبدعوا شو معناك يعني تشتبو جرا القرشي هناك دركتنا القرشي مثلا زي بيجيب بيرا مناظرة كرنا وتي تشما هالويا تشما نهالويا يعني تشتبو قوتنا وظاهر كرنا بقابتنا بري استبداع يعني كوش باي خدا بيدر كنانو او صفع عندك ما تشتيسي خلو تشما خوانيت خي تشما الشارتيد مش ما تشتي يعني كنت حقي بداد قوتنا عملي بس تشتكي تيا او تشينا وتشتي قوت قوتنو وتاويتنا جيسي خد قوتن من اكله الطعام وبس في خمبر خوارن خد وش ما خوارن يدخل ومشي في الاسواق وش ما تشارتي على المسي بعد ما احتج عليه مسائر الرسل فشتي قو خدا دليل اني السرفا مشركة بفان في خمبر يدي قو تمام الرسولة بريتا يا محمد واجب خوارن خواريا وتشارتيا سوكا مشي يقولوا وجرت عادتي مثلا تيجو تند بجاريب وهي عادتا من وموجب حكمتي واجبونا حكمتا من على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعض لسر امتحان كرنا هناك جوا قالي إنسانا بهنك يعني خدای تعالى دبي حكمتا مواجب ويا وعادتا من جاريب ويا وأزوا قالي إنسانا هناك جوا بهنك امتحان بكم والمعنى نجي معناه بهارو تشيد به معنى امتحاني يعني انه ابتلى المرسلين بالمرسل اليهم وخدا المرسلين ورسول امتحان كرنا بالمرسل اليهم بفايق وهاتنش ياندن باروابك وقومي واق وانسان خدا في خنبر وي قومي وي ملتي بو انسانا امتحان كرنا وبمناسبتهم لهم العداوة وقوفان انساني قوجوارا في خنبر جهاتنا ورابونا تشكانتنا جي بيخمبرا جي قارشي بيخمبرا العداوة نيارتي يعني القارشي واشكرنا واجي نيارتيا ورسولا وبيخمبرا كيريا وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأو قوتني و وقوتني و مسوي قومي وإنسانا الخارجة أو يقول دركتنا عن حد الإنصاف يعني حد وجدان وإنصاف دركتنا وقوتنا ولد قوتن شما خوارن يدخوي شما سوكا تشهد مجي شما ملايكة برنينن شما نج ملايكة أنا وتشتولو وأنواع آذاهم مثلا وشكل أزيتي قوتانا ورسولا وطالب منهم الصبر الجميلة وهات خصين اشترف خدا بجبا من رسالين ورسولا الصبر الجميل وصبر كصبحي صبر كباش بكر ونحوه وقو في آياتي جي أب آياتها أب آياتها بسورة آل عمران آيات صد وحشتي وششا ولا تسمعن من الذين ونسع بكن جوا إنسان أوتوا الكتاب أبيقوا ما كتاب دعانوا من قبلكم برياوا ويهودي وفلاهين ونسع بكن جوانا ومن الذين أشركوا وجوا إنسان يقول شريك أشقدير تشيتكن أذن كثيرة وني أزيتك الزح جوا ساكن يعني وي أزيتك الزح أبي خدي كتاب ويهودي وفلاهين وقو مشرك مكي هنا وني قالك أزيتا جوا صعبكن وني ببينن وإن تصبروا خدا بأقرون صبري بكشينن قالي في قالي مسلمانا قالي مؤمنا قالي بيخنبرا وتتقوا وانتقواتي أخذي بكن فإن ذلك من عزم الأمور محقق الصبر لقاشي أزيتا با خدي كتابا والقاشي با مشركا وتقواتي أخذي وقوش ترسي خذي بتصن أمري خذي بجيبين من عزم الأمور أن أمري شرف لي أن أمري مظن يعني دمكي مسلمان قرك أهلي صبري بن وبيخنبر وأهلي صبري بنا وخذي ديسا أمري بيخنبرا وأمري مؤمنا صبري كريا وموقع أتصبرونا بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في قوله هاد جي أتصبرونا قو بشتي فتنة يعني قو خدا تعالى قو ممكن امتحان هن جوج هن كارا عيني وكو إياكم قو مثلا أوجي بشتي ابتلاء هاتيا تكو دريدا دا
دو صورت ملک دا صورت هود دا و دو صورت ملک دا مثل خدای تعالی گوتی لیبلوکم ایکم احسن عملا جبوگو ام و امتحان بکن بکا کیج و وی عمل باش بکن يعني اعرابا خدا او اعرابا خدا دبه چه اتصویرونه جی و قویه اعرابا بیا اعرابا یعنی او جوگو دوینایا بلی بلی بصیرن يعني عالما بالصواب و خدا زانه براستیه یا فيما يبتلي به وغيره او ما يقول خدا في تخمبل امتحانك وغيره بنا ناخو فلا يضيقن صدرك برا سينغاتا تنگ نبي قوتني والمشركة ولا تستخفنك اقاولهم برا قوتني واجي تاولو او سفك نكن يعني يقولوا قوتني واجي لوقوكو بينيشا عاجز نبا فإن يعني استخفاء يعني وابتشوك نبينا وننا ولا تستخفنك اقاولهم بلي برو او قوتني واجي ولا تبتشوك بالبات نبتشوك يعني قوتني واما ظنن ننا ولا تستخفنك اقاولهم يعني برا برا يعني ولا تستخفنك اقاولهم يعني برا تبتشوك نكن يعني ت ت لبا تبتشوك نين او كرنا يعني برا او حركة قوتني واناكي برا لبا تبتشوك سرك ولو نونا ديتن يعني مظنن مالي فإن في صبرك عليها سعادتك محقق صبراتا لبي؟ نا بمعنى برا قوتني وان تناتر فينا تستخفنك أقاويل جي خوفية دبا ولا شي خوفية باجي كا قبل الترجمة يبنى نقول وانت تبخوين أزل ابنى تبخوين أزل ابنى لأن في صبرك عليها صبرك ناتل سربان قوتني وفاتشتها سعادتك خشياتيا سعادتاتيا وفوزك في الدارين وخلاصيات هر دو دنيا ديا يعني خلاصيات دنيا وسعادت آخرته وقيل قوتي أب آياتها هو تسلية له أب تسليش بيخنبر عليه الصلاة والسلام وكهو قريه جيرا عما عيروه به أو ما يقول بيخنبر عيبدار كرنا به وأوتشبه من الفقر إش فقيري دقو وقتية بيخنبر إشمت فقيري قالت نفقي البالا حين قالوا اختبوا هالو تقوتن دفي آياتا فرقان دا آياتا حفتا هجدادا أو يلقى إليه كنز شما خزينة نهاتنا آبيتن بالبا شما نخذي خزينة يعني شما نزنقينا أو تكون له جنة يعني شبو قمالي يهبي دا مال بدي خلقي بخلقي بمال طما بكي وخلقي بها بالي ناكي أو تكون له جنة يا بخشي بناكي هبن قو مثلا انسان ويناس بكن قو انسان اكي مظنه يعني قو بجا بفقيرية پیغمبري خدا عليه الصلاة والسلام چد کرن عيب تار کرن خدا تعالى جي هو قريب تسليش پیغمبري مرن في آيات شكر وأنه جعل الأغنياء وخدا جل جلاله قراندنا الزنقين فتنة للفقراء امتحان فقيرة را يعني الزنقين خصنا امتحان جي انساني فقيرة ليندرا هل يصبرون اجبوك وخذي مجري كا قالوا افقير ويصبرين شن يانا يعني فقير وقت شعب زنقينا بكن ومالي وازحف وامكاني وازحف فرستي وازحف قالوا عجبا ويصبرين بك شن يانا وانها حكمته الفقيرية ها وخذي دايا فقيرة وزنقينا وخذي دايا زنقينا جي حكمتها خذيها ومشيته شخصنا خذيها يغني من يشاء ايغو خدا بخوازي ويوازن جين بكي ويفقر من يشاء ايغو خدي بخوازي جوا فقير يعني زين جين يجيب خدايا فقير يجيب خدايا اف حكمتا ويناكيا اف دعنا ويا وقيل قيلك كتنا ولا جعلناك فتنة لهم خدا ما تقران دي يا محمد عليه السلام امتحان جبان مشركة ربا كفر لأنك لو كنت غنيا
شمتي امتحان جوارا ما تخصي امتحان جوارا وچونكو اگر تزنگين بانا يا محمد صاحب كنوز تو خودي خزينه بانا وجنان خودي بخشه بانا لكان ميلهم اليك وطاعتهم لك للدنيا انجي ميلا با انسانا و ازي بيجب بالتبا و قبياتا بكن ببنى تابعتا و انجي جبو دنياي بي ويجبو چه؟ جبو مالي دنياي جبو منفعتي او موزوجة بالدنيا و انجي مايا ويناكي الدنيا بانا يعني مس جاوي تشتي قو تواد قهيني هب و بهفا لقيني و ببنى تابعتا و چمانا و اماج دنيا بانا غاية دنيا بانا فإنما بعثناك فقيرا خدات بأنجك ما فقير شيان ديا علتني ويلي تكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي أراكم ما تفقير شيان ديا محمد غاية جبوك وإيبيات بكي خالص جبوني وجه خدي نجبوني طماكاريات دنياي نجبو دنياي بإطاعتات بكي أبا حكمتا قلت ما تفقير جوار الشيان دي جبوغو وقتي تزنجين بانا وجبو مالتا ميلا وبالتا وشبونا بجي تفقيري جبوغو ايغو بمنا هفالتا غايا وان خدا جل جلاله بي نا الدنيا ونا تمعكاري ونا منفعت بي وقيل كان ابو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل قيلك قلتي ابو جهل ووليد كري مغيرة وعاص كري وائل ومن في طبقتهم إيكو دمر أوا وادبون دورما وادبون يقولون دقوتن إن أسلمنا دقو أجر قو أم مسلمان ببر وقد أسلم قبلنا عمارون عمار بريا ما مسلمان بويا وصهيبو صهيب وبلال وفلان وفلان ترفعوا علينا ورابن خوان سر ما مظن بكن إدلالا بالسابقة جبوكو بري مسلمان بونا ويبس سر ما مظن بكن ويبمان بريا ومسلمان بونا دليل ويجي دليل إدلالا يعني مدليلا الوقا بجا دليل وانجي يعني دليل وا مسي قوت بنا عن بريا ومسلمان بونا ما بريا وفي خنبر ناس كريا ما بريا وإطاعتا ويجي يقولوا شو قوت بنا ناخو فهو افتنان بعضهم ببعض أم امتحانا بعضك يجواش بعضك يريا يعني خدای تعالى عز وجل پیغمبر و فقیر شیان دیش بو امتحانی اما فقیر گو مسلمان بونا امتحان جبو با زنگینا زنگیجی امتحان جبو با فقیرا که گلوی صبری کشیدن یا نکشیدن سیدا از وی او که جوارا بخویدن بیجو او ما گوید چه؟ لا تستخدم نکا ولا تستخدم نکا نصا یا او کندیسنه بیر hazine verirse ne derine yani denildiği hususlardaki doğru sonucu zaten bilmektedir. Ne önine? Bakay. Seda ne diyor bu? Eyyukum. Eyyukum nasıl? Lepay eyyukum bu. Basiren bas. He? Basiren? Lepay basiren bu. Beli. Görmekte şu yani denildiği hususlardaki doğru sonucu zaten bilmektedir. Basir. Sanki göğsün daralmasın. Sanki göğsün daralmasın. Onların ileri geri konuşmaları sakın seni özmesin. Yani hava seyda bu. Yani ekavili van ileri geri birette haberdane van te ne tırsine te mehzun ne ka. Erhüzna özmesin zira sabredersen mutlak olacak mutlu olacak iki dünyada da kurtuluşa ereceksin. İşte estiş gidip bir mesela debir da lejoliyi ko eyyukum eyyukum konum akıda ve mevki'u etesbirune ba'da zikri fitneti mevki'u eyyukum ba'da ibtilai في قولي ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن إيه يعني أتصبرون كإعرابة أيكم ده مبتدا أتصبرون إيش قيد مبتدا السر إعرابة ده نابع ده ما يعني تستجد بشي وين بنشي يعني مثلا تديد آياتي ده
مثلا ياكلون طعام يمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اذا تصبرون. يعني مثلا في آيتها ليبلوكم ايكم احسن عملا. بله. يعني مثلا خدا تديه برده ابيم لسر معناه ابيم أبي لسر اعراب نابي شو كي اعراب ايكم واعراب اتصبرون اعراب ما جاب ايديا مثلا برده بس اعراب انت بس معنيت كي بشوا ايكم ايه جويدر مثلا معناه كو خديوي و ايه ايكم تمام بل كاتشوا يبلوكم ايكم الامتحان بكي و ايه يجد مثلا اتصبرون يعني ما وني صبري نبدو نجا اهل صبري يعني. سيدة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. جي رواية دبي ما نجا نكون رويا بخينا. دبي شا؟ دول معنى وجعلنا بين بعضكم لبعض فتنة. نعم. قوله وموقع تصبرون بعد ذكر الفتن موقع ايكم بعد الابتلاء وقال بعضهم ايكم ليس بتعليق للسبق المفعول الأولي ولكن جملة واقعة موقع المفعول الثاني وكذلك أتصبرون لأن قوله لبعض ضال على أن التقدير وجعلنا بعضكم فتنة ببعض أتصبرون لأن معلوم المصر الهيبل هو ضال على معلوم المصر يعني أبيا قوتش أنا أولا ما بيانا ديت بوا ما بيانا ديت بيا يعني زودا لين يرتبيا دبيت شعو وان شي جاي فاهم تكن جاوي لي بعدك فتنة بعد التصبيرون ايه يعني يعني شن صابر جيت صابر جيت وانا ويبقى انه نعم انه ليس بتعليق ابي هذا بيت تعليق 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 كو يبطل عمله اه بلي يبطل العمل لفظا لا محل ايه ايه على سبيل الجواز تمام يكاد شو تعليق شبيه تصبرون دقيق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا طيب يخدمي قلت نعم إنه ليس بالتعليق تعليق نينا إيكو التعليق با دوام كشيء يعني بابي جعل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة إيه أتصبرون يعني أتصبرون أتصبرون دبا د يعني مني ها يعني أتصبرون تديه إجباب جعل إجباب طفيق وان هي يعني عمل نكر أتصبرون دا طب نقول زمخشري أو همزة استفهام قاطية تدا عمل نكر يا شو مثلا دبردا دبردا جي كا أبا آياتا مهبو آياتا كد إرنك داني دقوش ليبلوكم ليبلوكم ايكم احسن عملا شو ايكم بسري خو مبتدا بو جمله كي بسري خو بو جمله كي بسري خو بو دبر داشي اتصبرون جمله كي بسري خو يا ايجا ورا خو بسري اتصبرون ده همزه هي همزه صدارت خوزه ايوب خوش صدارت ايوه اولا شو ايوه راسته او قلنا نعم انه ليس بتعليق لقوله ليبلوكم لأنه أحد مفعوليه أيود بيكش مفعولي يبلوه ولكنه تعليق لفعل مضمن يدل عليه المذكور كما وجد بخط المصنف أو سبوته إن تعلق قول أتصبرون بقول فتنتان كن بتعقب تعلق أيكم بقول ليبلوكم شواء أيكم متعلق قريداي بليبلوكم أتصبرون متعلق بفتنة بها والمعنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لنعلم أيكم أحسن صبرا فتنة لنعلم أيكم أحسن صبرا كما ابتليناكم لنعلم أيكم أحسن عملا خش بوا وقد صرح وعيد لبي يعني شان خديت موكران هن شو شنو كار فتنة يعني بقول بس بكاكي جوا خش صبرك شيء ها يعني شيء واحد شيء شيء بده معناه ده يعني ها لسان لسان معناه كشدة طبيعي إعرابي ده جيجا لسان الخبر ده شو هاد برضه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ما أنت جوا هن كار كريه فتنة إذا أو فتنة كي أتصبرونه
هون صبر بكن اف اتصبرونه كو غريداي بفتنه بابا اتشوا يعني معنى ولدك اواشد بها يعني مثلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ما وهنك عشان كرك هي امتحان شما لنعلم جبنا بصامن ايكم احسن صبرا يعني اتصبرونه ودما معنوي وصاشد بها يعني او همزه كوجه ايو اتصبرونه يعني ايكم احسن صبرا أبيك هي جبت هالصبرة ويشتبرت كما ابتليناكم شوامة وبرج امتحان كبو لنعلم أيكم أحسن عملا ها تجد سورة تبارك الله كما ابتليناكم لنعلم أيكم أحسن عملا عين يوصل شد بيانيها أو همزة كبجية أيوة يعني ها يعني شو أيو صدارت تخازي إيه همزة صدارت تخازي بالتعليقاء أيوب اللي يبلوكم يا أتصبرون نجي فتنتين إلى أول يعني أما أو يعني فعلك جرى مقدرتك لنعلمه مقدرتك جرى تمام سيدة برأيه الفر بسمة تمام تمام هاي أمانة خدا